إذن مشاهدينا، نعتذر عن قطع هذا البث لأشياء أخرى، إذن غادي نخليكم مع الساكنة ديال المنطقة اللي هي ديال أزيد من 24 سنة. شوفوا هاد العين اللي اكتشفت من بعد أزيد من 24 سنة، اليوم تقول الساكنة أن وجد فيها الماء. فهذه هي العين التي تقول الناس أنها هي منذ أزيد من 24 سنة إلى 30 سنة. باش مشاهدينا كما كتبعوا معنا في هذا المباشر، ما لازلنا على البث المباشر من ضواحي قلعة سرغنة، فهذه هي العين اللي كنتحدثوا عليها في هذا المباشر بالمنطقة. غنخليكم مع أحد الساكنة اللي غيحكي لنا كيفاش تكتشفتوا سيدي هذه العين. خذ الميكرو. اي كان مردوم هو قد خرجت واحد ديال جابوا له تراكس حفروها وقفت خرجت. شحال المدة هذه باش هاد العين ما كان؟ 30 سنة. 30 سنة؟ اه 30 سنة. 30 سنة ما شفتوش الماء هنا بهاد العين هذه؟ 30 سنة هذه باش وقفت. اه واليوم ما عاود رجعت من جديد؟ اه سبحان الله قفت خرجت العين وجابوا له تراكس ضربت واحد خمسة السوايع خرجت هاد البير 30 سنة هذه كانوا يسبوا منها حتى شجرة الزيتون. الزيتون كان الشجر، الزيتون كان الشجر كان كل شيء. يعني من اللي مشات العين ما بقى والو، ما بقى والو. واخا شنو المنافع ديال هاد العين؟ سمعنا كيحكيو لنا الناس انه كاين قدام على حساب الحبوب اي حاجه. آه. نعم حساب الحبوب اي حاجه خدامه. يعني كد جربتوها؟ جربوها الناس. شنو اللي نادي فيه الحب لشي حاجه يدند يديه ويحبسك الحب. يعني كداوي الحبوب. واخا شنو 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 الرساله ديالكم اليوم؟ رجعت هاد العين كنشوف ان باقي كتقولوا خاصه الخدمه، خاصه باقي خاصه الخدمه، خاصه الفلوس، خاصه بزاف، خاصه شي جمعيه، خاصه بزاف. وبالنسبه للماء الشرب كتشربوا منها مزيانه؟ مزيانه يعني ما كاينش ما عندها حتى شي يعني حتى شي ما كاينش شي ملح شي حاجه. الماء عادي؟ الماء عادي مزيان. إذن مشاهدينا كما كتبعوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي اكتشاف يعني انا واحد المده ديال 30 سنه من بعد ما نشفت، وكان هنا في هذه المنطقه كما كتشوفوا معنا كان كيقولوا الساكن الزيتون يعني كل شيء مشى. اليوم اليوم كتعود هاد العين كتجيب الحمد لله، كيقول ان هاد المنبع هي من جديد يعني، وما عندهمش امكانيات يقولوا باش يعني يخدموها باش يعني يديروا لها واحد الممر منين تدوز باش تبقى نقيه. اذا متتبعينا يعني مشاهدينا، الساكنة كتقول يعني من بعد ما اكتشفوا ان واحد البئر اللي قريب لهاد العين بالضبط يعني كتخوي فيه من الفوق ديالو حتى عمر، اكتشفوا ان هاد العين ربما راه فيها الماء. جاو تيبحثوا تلقاو فعلا تلقاو الماء، وكما كتشوفوا معنا في هاد المنطقة يعني منطقة كتواجد بجماعة ولاد يعقوب اقليم قلعة اسرغنا دوار الشرفاء. يعني وهاد المنطقة كما كنعرفوا أن المنطقة المقليل فيها كما تيقولوا الساكنة. يعني كي داير الماء عندكم في الآبار هنا بالنسبة للآبار ديال الشرب باش كتشربوه؟ كاين داخل عندنا الماء ديال اللونيب. الماء ديال اللونيب؟ آه. والبيار؟ البيار كاين البيار اللي يبرد الناس وداكشي. كي داير فيهم الماء مثلا؟ خويا مالح. مالح؟ اه شوية وصافي حتى. يعني شنو الفرق ما بين هاد الماء وهذاك الماء؟ هذاك هادي الماء مزيان، هذاك مالح حتى شوية وصافي. يبرد من الماء ديالها مزيان، هذا صالح للشرب. صالح للشرب هذا. نعم. الحاج الحاج. إذا متتبعينا لازلنا على هذا المباشر من ضواحي قلعة سرغنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ديري الحاج لاباس بخير صحة لاباس. لينا اليوم على العين. يا سيدي هذه معجزه كبيره عطاها الله، هذه كون كان الرئيس الحق عليه يكون عليها واحد الاحتفال كبير وواحد الجمع كبير. هذه راه فرحه معجزه ديال الله تبارك وتعالى اللي عطاها